يقوم رايح فيها زي ما قلت لك كده. يعني احنا برضو كانسان مهني بقى في المنظومه دي يا كابتن اسلام، في وقت من الاوقات كتير قوي يهمك الحاله، يهمك تصاعديه طبعا، تصاعديه ولا مش تصاعديه، حتى في اثناء الماتش نفسه. يعني اقول لك على مش سر، انت عارف نهائي كاس 2017 مع المصري، تمام؟ والله بلا مبالغه كده، يعني ممكن تبقى تسال كان طارق سليمان واحمد ايوب ساعتها كانوا معانا في الجهاز يعني. فاحنا كنا خسرانين 1-0 في الشوط الثالث، جول جه تقريبا في الدقيقه 102 او 103 حاجه كده يعني. في الشوط الرابع كان فاضل حوالي بتاع 5 دقائق، الجول بتاعنا بتاع عمرو جمال ده التعادل جه في الدقيقه 117. والله في الدقيقه 114 او 115 كده ابقى اسال طارق سليمان، قلت لهم هنكسب، حكى لي فاهم، كان فاضل خمس دقائق يعني، احنا متاخرين بهدف وبتلعب نهائي الكاس وبنلعب في الدقيقه 115 او 114، فما بين 5 دقائق ل 6 دقائق كده، وانا واقف على الخط مثلا او واقف على الدكه، قلت لهم هنكسب يعني مش هنتعادل، قلت لهم لا هنكسب. حاله الفريق سعيد في الوقت، في وقت اسلام بتدي لك ايحاء معين ان انت هتجيب الجول، حتى لو فاضل 20 ثانيه لو 10 ثواني تمام هتكسب او هتغير النتيجه تمام. وفي وقت بتبقى انت متاكد ان لو تلعب 90 دقيقه على 90 دقيقه امكانيه او حاله اللعيبه اللي موجوده في الملعب ما تسعفكش يعني، عشان كده الناس بتستغرب ليه الدقيقه 90 وبلس 90 وعرفش ايه. هي حاله الفرقه، حاله الضغط اللي بيعمله لعيبه النادي الاهلي وروحهم واصرارهم وثقتهم في نفسهم يعني تمام، وثقتهم في ناديهم بتديهم الضغط ده في مباراه الدفاع الحسن الجديد في الجول بتاع احمد رؤوف تمام. كان الحكم حاسب حوالي تقريبا 4 دقائق او 5 دقائق، هم مش عايزين يجيبوا الكره من الملعب صح، بره الملعب احنا اللي كنا بنروح نجيبها، نجري ونحطها، احنا اللي بنروح نجيبها مظبوط. وبالتالي هو ده اللي انت دايما بتفكر فيه. طيب تقييمك بقى للصفقات الجديدة